يا ابو بكر، هذه شواهد يا ابو قرآنية، بكر، يا ابو بكر، الله هذه يصلح شواهد حالي، يرد حتى حديث الغدير. الله يصلح حالي وحالك وحال كل المستمعين. انت دلوقتي بتقول الكلمه وبترجع تتنقد فيها يا ابو بكر. قلت لي نعم النبي هدد ولم يبلغ من قبل، ثم بعد ذلك لما قلت لك ليس هناك ادله وشواهد يفهم منها، قلت لي احنا الشيعة اللي بنستنبط ذلك. بعد كده قلت لك اذا الفهم الخاطئ اما يكون عند الصحابه او الشيعة، قلت لي ليس هناك ولا تكلم. انا مش فاهم حضرتك دلوقتي يا فندم رايح فين وجاي منين بصراحه. طيب 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 النبي على مدار ال 23 سنه التي بلغ فيها الرساله لم ياتي خطاب كهذا الخطاب، يعني هو بلغ الجهاد، بل الجهاد اخطر امر خطير جدا، يعني كان يحتاج هذه القوه ايضا. لماذا حصلت هذه القوه في يوم الغدير؟ طب حضرتك بس الله يصلح حالي يا فندم، يا فندم، يبقى اذا عندك النبي لم يعصم الا يوم الغدير. ابو بكر الموسوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا فندم. حياك الله استاذ اشرف، حياك الله. حياك الله يا فندم، تفضل سؤالك في الاصول تفضل. الموضوع حديثك عن الغدير طبعا. اي سؤال حضرتك عايز تساله في الاصول تفضل يا فندم. الغدير نعم نعم. تفضل. سائل ام محاور يا فندم؟ حديث الغدير. لا لا لا، هو اسئله حول الموضوع. تفضل اسئلتك يا فندم. هسمع اسئلتك وانزلك وارد عليها ان شاء الله. لا لا لا، خلينا علبه اذا حوار، خلينا حوار في موضوع الغدير. حوار هيبقى سؤال بسؤال ان شاء الله. تمام، يلا تفضل سيد ابو بكر تفضل. انا اسال اول مره. تفضل يا فندم. ماذا كان الغايه من حديث الغدير؟ لسه شارح والله يا فندم. ما قال النبي صلى الله عليه واله؟ لسه شارح القصه دلوقتي. لا لا، هو قال إن لا، هو قال الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى. قال ثلاث مرات يكررها في بعض المصادر. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ممتاز. نعم. سؤالك يا فندم. ما الغاية من هذا؟ هو تبيان أن علي بن أبي طالب كان معه الحق عندما اختلف مع الصحابة في توزيع الغنائم، وجاء الصحابة واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، فلم يتحدث النبي، وعندما عادوا إليه الشكوى قام النبي فيهم وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. تمام. فهنا بيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب كان معه الحق وليس هم معهم الحق. بس طيب، يعني وهل يستوجب هذا أن يجمع النبي صلى الله عليه وآله الحاج؟ النبي لم يجمع أستاذنا، يا أستاذنا النبي لم يجمع صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، هو توقف في غدير وخم. يا أستاذ غدير وخم لم يكن هم كانوا هو كان في استراحة في غدير وخم يا أستاذ. تمام، مش متوقف، هي استراحة في غدير وخم. لماذا تمام؟ لماذا أمر بإرجاع الحجيج الذين تقدموا؟ أين أمر بإرجاع الحجيج يعني الذين تقدموا؟ مش فاهم النقطة دي يا فندم. موجود في المصادر. مش فاهم النقطة دي، فاهمها لي. انتظر في بعض مصادركم موجود، أنا المصادر ليس بين يدي لأني الآن في العمل وأحرك من المصادر. لا لا، مش فاهم النقطة دي، يعني إيه أرجع الحجيج يعني؟ لأن كان الحجيج الذين تقدموا النبي صلى الله عليه وآله تفرقوا قبله، أمر بإرجاعهم إلى الموضع الذي هو فيه. بين حديث صحيح يقول ذلك يا فندم بعد إذنك كده؟ موجود عندكم في مصادر. يا أستاذنا حديث صحيح بعد إذن حضرتك يقول هذا. أما حضرتك عايز تناقش أشرف غريب تناقشه بالأحاديث الصحيحة. أنا أناقشك حضرتك بالروايات عندك. الروايات عندك تقول أن النبي هدد. طيب هو يا أستاذ بعد إذنك أنا سؤالي. النبي عندك هدد بالتبليغ بإمامة علي ولم يكن يعرف من الولي. تمام، يعني حتى عندما أتاه جبريل وقال له بلغ بأمر الولي، قال ومن وليك يا الله اللي انت عايزني أبلغ بأمره؟ الآن هو سؤال مفصلي، كيف يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة في الدعوة بالتبليغ بالإمامة عندك؟ تفضل. هذا مو كلام رب العالمين، موجود الآية صريحة تقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني أنت تقر أن النبي هدد يا أستاذ بعد إذن حضرتك؟ ركز في سؤالي. كان المسلمين يأكلون. ركز. استاذ اشرف لحظه استاذ اشرف، يعني المسلمون كانوا ياكلون الخنزير وكانوا يشربون الدم وكانوا ياكلون الميته وكذا حتى نزلت اليوم اكملت لكم دينكم، يعني في قبل وفاه النبي صلى الله عليه واله ب70 يوما، يعني كان هذا كل هذه الاشياء كان يفعلها المسلمون حتى نزلت ايه اكمال الدين. مين قال لك الكلام ده يا فندم؟ بس الله يسر حالي بعد اذن حضرتك يا فندم، بعد اذن حضرتك. هذا يعقل يا عزيزي؟ حضرتك بس ما تخرجش بره الموضوع، خليك في موضوع الغدير وبعد كده انتقل براحتك. لا هي في صلب الموضوع حضرتك يا فندم، في صلب الموضوع. ايه اكمال الدين عندك في المعتقد الشيعي نزلت في الحج، لم تنزل بعد الغدير. تمام، ايه اكمال الدين عندك نزلت وفي معتقدك وفي كتبك. ماشي، انا في كتبي نزلت قبل وفاه النبي يمكن باشهر. ممتاز، فحضرتك لما تيجي تتكلم في امر بعد اذن حضرتك يا فندم، لما تيجي تتكلم في امر
ما تدخلش زيط في معيط، بخليك في نقطة واحدة الله يصلح حالي. حضرتك الآن بنتكلم في حديث غدير، أنا بسألك سؤال، هل تقبل أن النبي هدد فعلا للتبليغ بإمامة علي، نعم أو لا؟ نعم، صريح الآية بعد ما نقدر ننكر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ممكن تقرأ الآية يا فندم؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كمل يا فندم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طيب. حضرتك يا فندم الآية بتقول يا أيها الرسول أولا، ليس يا أيها النبي، ممتاز. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نعم. وإن لم تفعل فما بلغت إيه رسالته والله يعصمك من الناس. طب لماذا هدد النبي أصلا عندك في المعتقد؟ فهم الناس فضله. نعم عزيزي، لأن الأمر عظيم، هو النبي لم يهدد وإنما قال. أنت لسه معترف حضرتك يا فندم؟ يا فندم حضرتك حضرتك لسه معترف إنه نعم بنص الآية تهديد. أنا بسأل حضرتك سؤال. التهديد واضح، إذا لم إذا مشروط التهديد مشروط عزيز أستاذ أشرف، التهديد مشروط إن لم تفعل بأن الشرطية. يا فندم بعد إذن حضرتك أنا بسألك سؤال، أنا هنا في آيات كثيرة جدا لم يهدد فيها النبي، أنا بقول لك لماذا هدد النبي في هذا اليوم بالذات؟ هل النبي لم يبلغ من قبل بإمامة علي؟ نعم لم يبلغ، قبلها لم يبلغ. الله، يبقى إذن كل أدلة الشيعة باطلة في تبليغ علي أنه إمام، صح كده؟ حصل هذا التبليغ العلني أمام الناس. يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ الله يصلح حالي، أنت عندك دلوقتي ضربت حديث الدار، حديث المنزلة، حديث الصقلين، ماشي؟ كل الأدلة التي يعتمد عليها الشيعة في موضوع الإمامة حضرتك ضربتها الآن عرض الجدار. فلما وجه أسألك حضرتك تقول لي ما بلغ قبل هذه الآية، فحضرتك دي مصيبة كبرى في الفكر الشيعي، عليك أن تراجع الشيعة والشيعة يرجعوك. الأدلة، يبقى حضرتك الآن كل الأدلة السابقة هي تدليس. استاذ أشرف، تلك أدلة نستند إليها في بيان إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الله أكبر، حضرتك اللي بتستند إليها يا فندم، حضرتك تستند إليها عن طريق مرجعية النبي إنه فعل أم إن النبي لم يفعل؟ ما كلامك متناقض الآن يا أبو بكر، طارة تقول لي هدد وطارة تقول لي أصل كل الأدلة السابقة لم يكن فيها تبليغ، يبقى من أين صنبت الشيعة أن فيها تبليغ وتعتبون على الصحابة والذين كانوا في أزمان علي إنهم لم يفهموا أن هناك تبليغ؟ فالعيب عندكم ولا العيب عند النبي والعياذ بالله؟ لا لا، لا يوجد عيب عند النبي ولا يوجد عيب عند النبي. ازاي يا استاذ انت مش لسه قايل يا ابو بكر يقول قائل ولكي لا يشك شاك ولكي لا يتوهم متوهم بان هنالك شخصيه افضل من علي بن ابي طالب. يا ابو بكر هذه شواهد قرانيه. يا ابو بكر يا ابو بكر الله يصلح حالي، يرد حتى حديث الغدير. الله يصلح حالي وحالك وحال كل المستمعين. انت دلوقتي بتقول الكلمه وبترجع تتنقد فيها يا ابو بكر، قلت لي نعم النبي هدد ولم يبلغ من قبل، ثم بعد ذلك لما قلت لك ليس هناك ادله وشواهد يفهم منها قلت لي احنا الشيعة اللي بنستنبط ذلك، بعد كده قلت لك اذا الفهم الخاطئ اما يكون عند الصحابه او الشيعة، قلت لي ليس هناك ولا تلك. انا مش فاهم حضرتك دلوقتي يا فندم رايح فين وجاي منين بصراحه. طيب 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 النبي، النبي على مدار ال 23 سنه التي بلغ فيها الرساله لم ياتي خطاب كهذا الخطاب، يعني هو بلغ الجهاد، بلغ جهاد اخطر امر خطير جدا، يعني كان يحتاج هذه القوه ايضا، لماذا حصلت هذه القوة في يوم الغدير؟ طب حضرتك بس الله يصلح حالي يا فندم يا فندم، يبقى إذا عندك النبي لم يعصم إلا يوم الغدير؟ لا، النبي معصوم قبل حتى ولادته. أمال ليه كان خايف يبلغ يا فندم؟ يا أخي ما كان خايف يبلغ. لا والله الروايات عندك، استنى استنى استنى، الروايات عندك تقول يا أبو بكر كثرة الحساد وكان كثرة المبغضين. يا أبو بكر الروايات عندك تقول لذلك أراد الله هذا الأمر أن يكون يا أبو بكر يا أبو بكر بالعقل كده، أن الرواية عندك تقول أن النبي خاف أن يبلغ بأمر هذا الأمر فيرتد الناس، تمام؟ يبقى إذا عبدتك الآية دي هنا أنزل الله في الروايات فعصم الله نبيه فصدح فبلغ، ممتاز؟ حضرتك الآن يا فندم هل النبي لم يكن معصوما قبل هذه الآية؟ قلت لي كان معصوم، إذا لماذا عصم مرة أخرى يا فندم؟ العصمة هنا من خطر الناس، يعني الناس من يكذب من يريد ان يكذب او يريد ان يصدق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقرا لي الايه كده بعد اذن حضرتك. معلش معلش، تعال ناخدها مع بعض خطوه خطوه بدون تعصب، يعني فتح عقلك معايا كده. لا لا ما في تعصب. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ادي شطر في الايه صح كده، امر تبليغ. نعم. وان لم تفعل فما بلغت ايه رسالته، الانزال للتو، ممتاز. والله يعصمك من الناس، ممتاز. هنا تمام. لماذا قال الله والله يعصمك من الناس؟
لأن الله يعلم بأن هنالك من لا يرغب بأمر علي، والصحابة كثيرا كانوا يبغضونه كما قال ابن تيمية. عم سيبك ابن تيمية الله يصلح حالي، بقول لك حضرتك ما تدخلش زيت في معيط عزيزي حبيبي حبيبي، ما تدخلش زيت في معيط تاني، ركز في موضوعك. استاذ اشرف، استاذ اشرف، عمر ماذا قال في محاورته لابن عباس في الترمذي؟ يا استاذ بعد اذن حضرتك، قال ان قريش، يا استاذ بعد اذن حضرتك، كره ان يجمع لكم النبوة، يا استاذ بعد اذن حضرتك خلينا فيه، والله يعصمك من الناس. ما هي العصمة التي نزلت على النبي؟ هذا الأمر لأن الناس كانت لا ترغب بعلي، هي كانت أصلا لا ترغب ببني هاشم. بعد إذن حضرتك يعني يا أستاذ، بعد إذنك نتكلم، نتكلم في واحدة واحدة. الله يعصمك من الناس. عصم مين؟ من الذي عصم؟ النبي عصم. النبي عصم من مين؟ من الناس، من الناس. لا شوف شوف شوف، أنت أفكر بين عصمة من الناس وبين عصمة بالأفعال والأقوال. ممتاز يا فندم. عصمه من ماذا؟ من الناس يا استاذ، من 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 تاثير الناس، من تاثير بالضبط. من تاثير الناس. نعم، يعني ايه عصمه من تاثير الناس دي؟ فهمني حضرتك. يعني ما يعني ان يؤثروا في الدين او كذا من هذه الامور، ان يؤثروا على النبي صلى الله عليه واله او يردوا هذا، خلاص النبي يبلغهم عليه ان يوضح لهم الامر هنا. هل من الذين كانوا من الناس علي وفاطمه؟ ليس عصمه النبي التي نقول بها العصمه المطلقه، هذه عصمه يا فندم. الله يصلح حالي، الله يصلح حالي، الله يصلح حالي. ممكن دليل على كلامك ده بعد اذنك؟ القران يقول والله يعصمك. لا حضرتك ليس مفسر للقران يا فندم، القران عندك لا يفسر الا بالطيب. عزيزي القران يقول والله يعصمك من الناس، وليس العصمه التي نقول بها يا فندم. تفسير الامام عندك يا استاذ، هل تقبل بتفسير الامام لهذه الايه؟ كيف فسر عصمه النبي صلى الله عليه واله الامام؟ ها حضرتك تقبل بتفسير الإمام لهذه الآية؟ تمام؟ في هذه الآية قالوا أن النبي كان خائفا أن يبلغ فيرتد الناس. نعم هو هذا. طيب العصمة هنا للنبي كيف؟ والنبي خاف الناس ترتد كيف؟ فهمها لي كده. المفروض الناس التي تعصم أم الذي المبلغ هو الذي يعصم؟ عزيزي المبلغ يعصم من ارتداد الناس. كيف بقى دي يعصم من ارتداد الناس؟ هي دي بقى مربط الفرس يا عم الحاج، الله يصلح حالي. كيف يعصم من ارتداد الناس؟ يعني لا علاقة له بهم، سواء ارتدوا او بقوا على دينهم. هذه خلاص انت بعد خلاص. لا انت منين جبت حضرتك جبت منين التفسير البزرميتي ده يا فندم؟ البزرميتي؟ اه منين جبت بالله عليك؟ الله يعصمك من الناس. الآية واضحة. فانت قلت ايه حتى يا عم انت هو كل شيء يا عم الحاج استاذ ابو باكر، هو ليه لما بكلم الشيعي بالقرآن يقول لي القرآن له ظهر وباطن لا يفهمه الا الإمام؟ والشيع لما يطلع يحاول ما شاء الله بيتحول لإمام، مع إن القرآن عنده لا يفهم ولا يفسر إلا بإمام، في نفس الوقت بيتحول هو إمام ويقول القرآن واضح. تمام؟ يتحول هو مفسر للقرآن ويقول القرآن واضح. أنا بطالب الدليل يا فندم، عندك دليل على كلامك نعم أو لا؟ هو واضح واضح. شكرا ليك يا فندم. أنت مو تقول القرآن واضح. شكرا ليك يا فندم. خلاص يا فندم شكرا ليك، الله يصلح حالي. بيتحول الشيع لإمام معصوم مباشرة مفسرا للقرآن. أولا هذا نظرية كل الأدلة السابقة بأن النبي أشار إلى علي بالإمامة والخلافة. تمام؟ ثانيا بدأ يألف من كيسه، أصل الناس هترتد فالنبي عصمه، أصل عصمه من كيد الناس، أصل عصمه مش عارفة من إيه. يا عم ركز، إحنا عايزين كلام علمي، كلام قائم بالدليل. خدوا بالكم من خطورة الروايات التي جاءت في هذا الفكر إخواننا الأحبة. من خطورة الروايات اللي جاءت في الفكر دي أن النبي هدد تهديد واضح جلي صريح. تمام؟ بيقولوا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف. تعالوا كده نشوف الكلام ده، مش كلامي أنا، تفسير نور الصقلين للشيخ الحويزي الجزء الأول صفحة 588. نرجع بس بالرواية من الأول عشان 587 ماشي. يقول في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أزينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا، قال أبو جعفر، ركزوا بقى في الكلام ده أحبة، وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض. حديث بقى اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، قال سمعت ابو جعفر يقول فرض الله عز وجل، تمام، الى قوله ثم نزلت الولاية وانما اتاه، صفحة اللي بعدها 88 رحت ليه 90،
ذلك في يوم الجمعة بعرف، يعني آية إكمال الدين نزلت في يوم الجمعة بعرف. أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي حديث العهد بالجاهلية، ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل، دي رواية الشيعة. فقلت في نفسي من غير أن ينطق بها لساني، فأتتني عزيمة من الله عز وجل بتلت ماشي، أوعدني إن لم أوعدني إن لم أبلغ أن يعذبني. النبي هدد بالتعذيب، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب: أيها الناس، إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن قبلي، إلى آخر الحديث في هذا الشأن. تمام. وفي رواية أخرى أن النبي خاف أن يبلغ بإمامة علي فيرتد الناس. في رواية أخرى سأل النبي: ومن الولي؟ ماشي، سأل النبي: من الولي؟ فقال له الله سبحانه جبريل: هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المحجلين. وأخى الشعر يقال في هذا الكلام، إخواننا الأحبة، هذا طعن في النبي أم لا؟